السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعين قناة دوائك. حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها على مشكلة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وخصوصا إن احنا داخلين على فصل الشتاء. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم على جزئية الإنفلونزا والعدوى والكلام ده كله، إن هي بتنتقل من شخص لشخص طبعا، وإحنا عارفين، وطبعا في الشتاء لأنه ده اللي دارج يعني بالنسبة للناس كلها، والوضع الحالي بيومي ان فعلا موجود الدور عند كل الناس وخصوصا الكبار وكمان الاطفال يعني. فالنهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم على كورس كده مبسط مش تقيل قوي، بيساهم في تقويه المناعه للجسم علشان خاطر يقدر يواجه الامراض، بالاضافه لان هو عباره عن مكملات غذائيه هامه جدا 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 لكل الناس. فيديو مش هيكون طويل، هكلمكم فيه على كذا نوع من انواع الفيتامينات مهمه ناخده في فصل الشتاء. يعني في فصل الشتاء الفيتامينات دي لازم تكون حاجة أساسية في حياتنا اليومية. أول حاجة عندنا فيتامين سي. فيتامين سي طبعا بعيد إن هو عن أنتي أوكسيدانت أو مضاد للأكسدة، إن هو كمان بيساهم بشكل كبير في تقوية صحة القلب، بيساهم بشكل أكبر في زيادة المناعة. فإحنا يكفينا قرص واحد 1000 ملي جرام من فيتامين سي من جاميسون، شركة من الشركات القوية في إنتاج المكملات الغذائية وخصوصا اللي بتساهم في تقوية المناعة. ممكن ناخد قرص واحد من فيتامين سي. فيتامين سي بيساهم في تقوية القلب وكمان بيساهم بشكل كبير في زيادة مناعة الجسم، يبقى ناخد قرص واحد من فيتامين سي الصبح. طيب رقم 2 الأوميجا 3 كومبليت. أوميجا 3 هي عبارة عن الدهون المفيدة للجسم، عشان نكون فاهمين وعارفين ان نوع الدهون اللي موجود في الجسم حاجتين، يا اما دهون مفيدة يا اما دهون ضارة. الدهون الضارة لما بتزيد الدهون المفيدة بتقل والعكس صحيح، عشان خاطر طبعا احنا نظام الاكل بتاعنا ضعيف جدا ومش فيه او مش مغذي، خصوصا في التطور اللي احنا فيه، اكل من بره مثلا، اكل مصنع والكلام ده كله، فبيبقى مفهوش الدهون والزيوت او المفيده جدا للجسم، فبالتالي بنضطر ان احنا نكمل الجزء ده من بره. طيب فايده الاوميجا 3، اول حاجه بتقوي الشرايين والاورده ومفيده جدا لصحه القلب، مفيده لصحه الدماغ، مفيده للشعر والبشره، وبتساهم بشكل كبير في تقويه المناعه. كمان بتساعد الناس اللي هم عندهم سمنه في ان هم وزنهم ينزل، بس طبعا مع نظام غذائي وهكذا. طيب ده كان الايه الاوميجا 3. رقم 3 فيتامين د، وهو يعتبر من اهم الفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها. فيتامين د هو عباره عن ماده الجسم بيفرزها عشان تكونوا عارفين بشكل طبيعي، وهو نوع من انواع الاسترويدز او الكورتيكوسترويدز، الاسترويدات النافعه للجسم طبعا، بتساهم في تحسين الصحه النفسيه، زياده امتصاص الكالسيوم في العظام، بيساهم بشكل كبير في دعم المناعه. فيتامين د مهم جدا، دعم بقى صحه الشعر والبشره وهكذا. فممكن ناخد مثلا كل يوم قرص واحد 1000 وحده دوليه او 50000 كل اسبوع مره واحده لمده 8 اسابيع، وده بيساهم بشكل كبير في تقويه المناعه. بعد كده عندنا احد المينرالز او احد المعادن المهمه جدا لتقويه المناعه واللي انتشرت الفتره اللي فاتت، وهي الزنك، او اتشهرت يعني بشكل كبير، وهو الزنك. عنصر الزنك مهم جدا لتقويه المناعه، بيساهم بشكل كبير في تقويه بصيلات الشعر، وكمان بيساهم في تحسين صحه البشره، بيزود المناعه، بيقوي المناعه. الفيتامينات والمعادن دي كلها يا جماعه ما بتغنيش عن الاكل، لازم ناكل ونحصلها من الاكل. يعني عندنا فيتامين سي موجود في الجريب فروت، موجود في البرتقال، موجود في البطيخ، في الاناناس. الاوميجا 3 موجوده في السلمون والمكاريل والتونه. فيتامين د موجود في البيض، موجود في البقوليات، موجود في حاجات كتير جدا. الزنك موجود في الورقيات الخضراء وموجود في اللحمه بشكل كبير. فلازم ناكل كويس ونكمل بالفيتامينات والمعادن اللي مش بتقدر نحصلها من بره. فيديو بسيط جدا وضحنا فيه ايه هي المكملات المهمه جدا اللي احنا نحتاجها في فصل الشتاء، سواء اطفال بقى او كبار، ممكن ناخد بالجرعات المعينه للاطفال وللكبار. ده فيديو بسيط كده، اتمنى تكونوا مستفيدين منه، وان شاء الله باذن الله اشوفكم الحلقه الجايه على خير. كان معاكم دكتور اسلام فراج، دكتور صيدلي، ودي قناه دوائك. مهم جدا يا جماعه ان انتوا تشتركوا في القناه، لايك للفيديو، وكمان تعملوا سبسكرايب اشتراك في القناه، ولازم لازم لازم اعجاب بالفيديو عشان يوصل لناس كتير. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.